رئيس باسم الفقراء على بلد فقير متهالك يعوم على أكبر ثروة نفطية في العالم. كولاس مادورو رئيس فنزويلا كان ظلاً لأوغو تشافيز، رجل وصف كبطل الفقراء وعدو أمريكا والرأسمالية. مات تشافيز وخرج مادورو من الظل منصب الرئاسة، يستجمع الخطاب الثوري ذاته والخطابات المعادية لأمريكا ذاتها. في 56 من العمر لا ينسى مادورو أنه بدأ حياته المهنية سائقاً لحافلة قبل أن يجلس إلى جانب السائق تشافيز الذي استلم بلداً مزدهراً، لكن تخريقه هوة بين فقرائه وأغنيائه وحوله لبلد ثوري صديق لكل أعداء واشنطن. منذ وصول مادورو للحكم عقب وفاة تشافيز في 2013 غرقت فنزويلا في دوامة أعمق من الفساد والتضخم وسوء الإدارة. مستشفيات أغنى بلد بالنفط تكاد تكون من القرن 19. رئيس البرلمان الشاب المعارض خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسا. سارعت واشنطن للاعتراف به مسوية حسابا قديما مع الرمز الميت تشافيز. في الأثناء أصبحت فنزويلا ربما أخطر علامة استفهام على وجه الأرض.